تاكل لقمة؟ مش عايز والله يا ريتال، ماليش نفس. انت ما اكلتش حاجة من الصبح؟ ومين ليه نفس يا ريتال؟ طيب تعالى ننزل تحت في الهوا شوية. ليه بس كده يا حسن؟ استنى، رايح فين؟ أنا عارف إنك ما كنتش بتحبيها وموتها مش فارق معاكي، سيبيني الحال يا ريتال. أنا زعلانة عليها أكتر منك يا حسن. في بيني وبينها جسر اتبنى، جسر متين قوي، خلاني اصفى من ناحيتها، خلاني اقرب ليها منك يا حسن. ليك حق تقول ان انا مش زعلان عليها، اللي كان بيني وبينها يخليك تقول اكتر من كده، لكن اللي بيني وبينها يا حسن حاجه اكبر بكتير من اللي فات. عايز تعرف هي ايه؟ عبد الله الله يرحمه، حبها لابني وحزنها عليه، خلاني اشوف اللي محدش شايفه، خوفها على ريتال اللي وقفت قصادها وقالت لها مش هسيبك الا لما اخد حقي منك وعمري ما هسامحك. بس وانا في العزا سالت نفسي سؤال واحد بس يا حسن، هو انا لو كنت رحت لها وقلت لها ان انا مرات ابنك ومن ايدك دي لايدك دي، لو كنت قلت لها ان انت زي امي احطك فوق راسي، كانت هتعمل كل اللي عملته ده؟ لا يا حسن، بالعكس عمرها ما كده هتبقى قاسية، كنت هتخاف عليا وعليك. ادعي لها يا حسن، ادعي لها ان ربنا يرحمها. كانت اول ما تصحى من النوم تيجي علي تضحك في وشي تقولي هتفطر يا ابو علي، حتى ما كنا نقعد كلنا سوا على السفره كانت تديني انا اول واحد عشان ياكل، تسالني تحب تاخد من انهي حته، محدش لا ياخد ولا ياكل غير لما نختار الاول. فاكر مرة جريت عليها وأنا مفزوع، سألتني إيه مالك؟ قلت لها خايف، خايف يا أما من الضلمة، ضحكت قالت لي متخافش أبدا طول ما أنا معاك وجارك، وقالت لي من اللي يقف قصادها ويصدها، قالت لي صرخ فيها عشان تخاف منك، وانا قعدت اصرخ اصرخ لحد خلاص ما بقتش خايف، قعدت تضحك كانت ضحكتها تناولت الدنيا كلها، خدتني في حضنها، كنت احس وقتها اللي مالك الدنيا وما فيها. عشان لا ورتال، عشان لا ورتال بس يا حسن.